معنا يا صاحبي دوق المعنى يا صاحبي. قالت لي أنا بالمكتوب التمليت وها حين سهرت الغابة لقديت رح طرقته أنا من حر هاكي حر الزمان اللي فيه التقريت وانغريت دوق المعنى يا صاحبي. واللي تنعاد كيف طار الريش معاك لا ليش قادر ربي يخلف المطار وتمل الأبيار ويكتر الحشيش يطعن طر الكريش دوق المعنى يا صاحبي. راه بيك نحيا وبيك نعيش معاك نغضب نرضى ونطيش والسر ليك ما عنديش وبلا بيك انت ما على بالي كل معنى يا صاحبي يا زادت قالت ليه انا من وعدني ذاك اللي قطع البحر نساني ما رد علي بكلامه مهناني مهناني